فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. والشاهد من هذا أنهم أيضا يقتلون أولادهم، يتقربون إلى الله بقتل أولادهم، فهم يقتلون الأولاد لأحد غرضين، إما لأجل التقرب للأصنام، وإما أنهم يقتلون الإناث خشية العار، وإما أنهم يقتلون الإناث والذكور خشية الفقر. فهم يقتلونهم لهذه الأمور الثلاثة، إما أنهم يقتلون الأولاد ذكورا وإناثا تقربا إلى الأصنام، وإما أنهم يقتلون الأولاد ذكورا وإناثا خشية الفقر، وإما أنهم يقتلون الإناث فقط خشية العار. فهذا من أمور الجاهلية، لأنه لا يجوز قتل النفس بغير حق، ولأن قتل الإنسان لولده فيه قطيعة رحم وارتكاب كبيرة من كبائر الذنوب. فالحاصل أن هذه الآيات ذكرت تصرفات أهل الجاهلية.